بس انا مع عمليات التجميل بس بالشيء المعقول يعني. من قلبي من جوا تحية للست رشا شربتجي اللي بتشتغل معها بأريحية. الحمد لله رب العالمين عم يعطينا أكثر ما بنستاهل وبس. بدنا نقول أهلا وسهلا بنجمتنا غادة بشور معنا عبر ليالينا. يمكن هي أول مرة صح؟ ما بعرف إذا أول مرة لأنه أنا من كتر ماني عاملة لقاءات فبنسى يعني، بس على كل حال إلي الشرف أنه أنا أكون معكم. يخلينا ياكي أكيد بتنورينا على طول بأي لقاء وبأي إطلالة لك مهما كانت سواء معنا أو غير معنا. أول شيء حابين نعرف هيك هالجمال كله هذا والستايل الحلو مين كان المسؤول عنه؟ في حدا ولا أنت شخصيا؟ الحقيقة أنا شخصيا يعني دائما ما بعرف إذا عاجبكم وشايفينه حلو فيعني أنا دائما بإطلالاتي أو بأموري بكون أنا اللي مختارة هذا اللبس يعني أو هذا اللوك يعني. حلو، قديش بتاخدي وقت بانتقاء هاي الإطلالة؟ أنت من الأشخاص اللي بيقعدوا بفكروا كتير وبيغيروا بيلبسوا وبيشلحوا بيغيروا بيلبسوا وبيشلحوا بيغيروا ولا لا خلاص صورة نقيت لبست ونزلت من البيت؟ لا أنا بعرف أنه في عندي حفلة فأكيد لح أحضر حالي لهي الحفلة، فأنا قبل بوقت لح أكون أنا يا شاري الفستان أو مثلا مخيطة هذا الفستان، فأكيد أنه قبل بوقت إلا إذا كان في شيء مفاجئ فأوكي فورا بنزل على السوق وتنقيتي خلال 10 دقائق أو ربع ساعة بنقي الفستان اللي أنا بدي إياه أو اللي مناسب لهذا الموضوع فبجيبه. حلو هذا الكلام. طيب غالبا أي سيدة بالمجتمع ممكن يعني تخاف ما تحب تقول عمرها، فما بالك نجمات يلي عليهم مسلط الضوء؟ اليوم النجمة غادة بشور تحب تقول عمرها عادي ولا بتنزعجي من الموضوع؟ لا ابدا انا ما منزعج من الموضوع، يعني بال16 طالعه بال17 هيك شيء تقريبا. حلو ان شاء الله العمر كله يا رب، اصغر مني بشوي. لا تخليني اياك، لا بالعكس شوف لاقول لك انا ما عندي اي مشكله انه انا اقول عمري، لانه انا اصلا حاطه على الفيسبوك وعلى الانستا وهذا حاطه مواليدي 1958، فأنا بقول فورا بقول عن عمري وما عندي أي مشكلة يعني، فحاططه يعني للعالم كله. حلو هذا الكلام. طيب إن شاء الله يا رب العمر الطويل. عم نشوف نحن بهاي الفترة صبايا صغار والسيدات الكبار عم تجوا كتير لعمليات التجميل، كم عملية تجميل عاملة بصراحة؟ بصراحة ولا وحدة ما شاء الله، يعني بصراحة الحمد لله يعني نشكر الله، بس أكيد يعني إذا كمان شوي تانية ممكن يعني إذا لقيت أنه مثلا تحت عيوني اختلف شوي أو هذا طب ليش لا، يعني حلو أنك تعمل أنت عمليات تجميل بس ما تعمل شيء أوفر يعني، أنت ما تطلع لي تمك تطلع مثل البطة أو كذا، لأنه أكترية عمليات تجميل هي الحقيقة ما عم تزبط يعني، في ناس كتير عم تشقل تمها وفي ناس عم تشقل وما عم تلبق عرفت كيف، وحتى عم تأثر بالنسبة للفنان عم تأثر على أدائه على الشاشة يعني، يعني بتلاقي إنه جامدة يعني قطعة واحدة بتلاقيها يعني. إيه بس أنا مع عمليات التجميل بس بالشيء المعقول يعني. حلو هذا الكلام. طب هلا اذا بدنا نروح دراميان، الست غادة بشور لنحكي بصراحه هيك الناس بتقولوا، في بعض النقاد الفنيين بيقولوا انه انت دائما بتاخدي دور الامراه القويه جدا مثل ما بيقولوا بالشامي يعني هي الارحه كثير، فصحيح هذا الكلام؟ هو انت بتحسي انه يعني نمطي بهذا الشكل من الادوار ولا لا انه تقولي للمخرجين لا انا عندي كثير قدرات ثانيه؟ لا لك هلا بالسنوات الاربعه او الخمسه هلي مضوا لا تغيرت كل الامور، كان بالاول يشوفوني المخرجين انه انا يعني تقريبا لح اتأطر بهذا الموضوع انه انا الامرأة القوية يعني ممكن انه دي هي وزوجها هي اولادها هي وما بعرف شو هي وجيراني الى ما، بس هلا من اكثر من 5-6 سنوات تقريبا لا اختلفت الموازين كلها، يعني هلا مثلا عم باخذ دور الام الحنونة، عم باخذ مثلا في ادوار كثير عم باخذها ما لها علاقة بالقوة نهائيا، بس بتصدف احيانا بانه انت هذا الدور انه فعلا هي ما بتلعبه غير غادة بشور، فحتى انا وقتي بقرا بحس حالي انه انا موجوده فيه فبيشتغلوا يعني بيكون مثلا في نوع من القوه بس بطريقه ثانيه. بتحسي الشكل شكل حضرتك هيك يعني الملامح الحده شوي بتلعب دور بهذا الموضوع؟ ممكن المخرجين هيك عم يشوفوا لانه مو انا اللي فيني انا اقول، لانه هن في مخرج يعني في مخرج وفي كاتب هن اللي بيشوفوا يعني اذا هذا الموضوع بيلبق لغادة بشور او ما بيلبق لغادة بشور، بس هو بصوره عامه هلا في تغيرات كتير يعني صارت بالنسبه لي بالنسبه للادوار يعني. حلو هذا الكلام، اكيد نتمنى لك التوفيق. بما انه جبنا سيره الادوار هلا انت عم تصوري الجزء الثالث من حاره القبه، خبرينا هيك شوي عن التعاون مع السيده رشا الشربتجي، شلون عم تتم الامور، شخصيتك شو التطورات هلا بهذا الجزء؟ والله لاقول لك انا فعلا من قلبي من جوا
تحية للست رشا شربجي، المخرجة المتفهمة، المخرجة الظريفة اللي انت بتشتغل معها بأريحية، يعني بتشتغل معها لأنه انت بتحس حالك انه انت بأمان. يعني انت ممكن انه مثلا تطول مثلا بالمشهد او تطول بأي شيء، بس انت بتحس حالك انه انت بأمان مع الست رشا شربجي، فانت بامان. وانا الي الشرف بانه هلا طبعا في سنوات كثير انا ما اشتغلت انا معها، هلا كان بالجزء الثاني باخره من حاره القبه اشتغلت معها، وهلا بالجزء الثالث. يعني يلا يا رب التوفيق. واعمال ثانيه هلا شو عم تحضري؟ نعرض عليكي بقعه ضوء بما انه هو الشغل الجديد وافقتي. انا اجي وقعت على بقعه ضوء. اي الف مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب. قديش المبلغ بترضي تحكي؟ كثير ناس بيقولوا لا ما بدنا نخجلك. كم ألف دولار؟ والله يا حبيبي الله يرضى عليك. أحكي بالسوري، أحكي بالسوري حياتي. ليك لألك الحمد لله رب العالمين عم يعطينا أكثر ما بنستاهل وبس. كمان إذا بتحبي تخبرينا مشاركات تانية لألك هلأ عم تحضري لها؟ هو في مسلسل بس هلأ عم نقرأ، يعني ما بعرف، ما بقدر إلك لا اسمه ولا بقدر إلك أي شيء لوقت ما يعني نشوف إذا الشيء بيبقى لنا أو لا. طيب هلأ إذا بدنا نروح نسأل السيدة غادة بشور بخبرتها بالحياة العادية والفنية، شو هي مقولتك بالحياة؟ يعني أنت اليوم بعد هالعمر كله إن شاء الله يا رب العمر الطويل، شو بتلخصي هاي التجربة كلها؟ شو ممكن تقولي للناس؟ نحنا تعبنا، خلينا ننبسط وإن شاء الله الأيامات اللي جاية هي حلوة. أنا متأكدة تمام مليون بالمية إنه إن شاء الله الأيامات اللي جاية حلوة، والله يبعث الخير للناس ولإلنا ويرزق الناس كلها لحتى يرزقنا. آمين يا رب. ويعني كانت هاي الأيامات حلوة هلا لأن التقينا فيكي. شكرا كتير وإن شاء الله ما نكون تقلنا عليكي ونورتي كاميرا ليالينا. شكرا لإلك، تحية لجمهورنا الحبيب، تحية لإلكم. شكرا على هذا اللقاء. هلا حبيبي. شكرا كتير ست غادة.